اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع أعضاء من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامة 2024 وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيز ومواصلة مختلف أوجه التعاون بين بين الجانبين في كل ما من شانه ترسيخ ونشر قيم السلام والتعايش السلمي هذا الى جانب مناقشه اخر المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليميه والدوليه موضع الاهتمام المشترك